ماذا وراء استقالة وزيري النقل والخدمة المدنية من الحكومة الشرعية؟ هل تعكس انقسامات حادة داخل أروقة الشرعية؟ وما هي علاقة السفير آل جابر ومن خلفه الرياض في هذه الاصطفافات؟ أهلا بكم. أقدم رئيس الوزراء معين عبد الملك على إيقاف وزير النقل على خلفية ما قال إنها إخلالات جسيمة في أداء مهامه في موقعه في الحكومة. عقب ذلك تقديم الوزير الجواني استقالته لرئيس الجمهورية، والتي كشف فيها عن مدى الإخلالات التي يمارسها رئيس الحكومة في عدن حد قوله. عجز الحكومة الشرعية والتورط باصطفافات داخلية وإقليمية على أساس المصالح الشخصية لم يعد سرا يفشى، غير أن الجديد اليوم هو ورودها على لسان قادة الحكومة والتراشق الإعلامي الذي يخفي خلفه تلك الاصطفافات. لم يسبق للرئيس هادي أن حل أي أزمة داخل أروقة حكومته، ولا يتوقع منه اليوم أن يقدم على حسم الأمر وإعادة الأمور إلى الجادة، فهو الآخر جزء من تلك الانقسامات والمصالح التي تفرزها. كيف انتهى حال الشرعية إلى التصارع على اللاشيء فيما الميليشيات تتقاسم البلد شمالا وجنوبا؟ وإلى متى سيستمر هذا التفريط بالبلد لصالح أجندة السعودية والإمارات، بينما اليمنيون ومصالحهم خارج جميع الحسابات؟ نحن الآن جانب الأخ نائب رئيس الوزراء. وزير النقل صالح الجبواني يقدم استقالته لرئيس الجمهورية بعد يوم واحد من قرار رئيس الحكومة معين عبد الملك إيقافه عن العمل، نظرا لما وصفه بالإخلال الجسيم في أداء مهامه بحسب ما جاء في قرار التوقيف. في المقابل اتهم الجبواني رئيس الحكومة بموالاة ميليشيا الحوثي والعمل على الضد من مشروع الدولة الاتحادية الذي يتبناه الرئيس هادي، كما ورد في نص الاستقالة. استقالة الجبواني أعقبتها استقالة وزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه، والتي أورد فيها أسبابا تتطابق مع ما ورد في استقالة الجبواني، الأمر الذي يراه البعض انعكاسا لصراع الأجنحة داخل الشرعية. منذ أشهر يدور في أروقة الحكومة صراع حول قضية استيراد المشتقات النفطية، ويتبادلون اتهامات الفساد والاحتكار في الوقت الذي تخسر فيه الشرعية نفوذها على الأرض يوما تلو آخر، وكأنها فقط حكومة تصريف أعمال لحين استكمال الانتقالي ترتيباته الإدارية وتقلده زمام الحكم في عدن. تعيش الشرعية أزمات متعددة، أبرزها بقاء معظم قياداتها في الرياض وفقدان عاصمتها المؤقتة عدن لصالح الانقلابيين الذين دعمهم التحالف هذه المرة. لكن الغريب هو قبول هادي ورئيس حكومته بلعب دور الميسر وتقديم الخدمات اللوجستية، فيما القرار الأمني والعسكري بيد الانتقالي وأبو ظبي. يرى البعض أن رئيس الحكومة يمضي في هذا الخط تماشياً مع رغبات محمد الجابر رجل السعودية الأول في اليمن، باعتبار الرياض صاحبة النفوذ الأكبر في البلد. يتابع هادي كل هذا الوضع المختل من مقر إقامته في الرياض ولا يحرك ساكناً، فيما يظهر أنه آخر من يكترث بالشأن اليمني. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الأستوديو الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير دكتور عادل. أهلا بك. كيف تابعت الصراع الدائر بين معين عبد الملك وصالح الجبواني، والذي انتهى بإيقاف الجبواني ثم تقديمه لاستقالته؟ في الحقيقة لا يوجد صراع، هناك إملاءات سعودية أو عزات إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك بالإطاحة بالجبواني. الجبواني يمثل أبرز صقور الشرعية الذي واجه الانقلاب المدعوم إماراتيا وسعوديا، وواجه أيضا اختلالات التحالف، وكان يعني جسورا إلى حد أنه استطاع أن يتزعم تيار وطني واسع داخل اليمن، مع أيضا نائب وزير الداخلية قصدي. كان واضحا منذ البداية بأن السعودية ستطيح بهذا الوزير، وأن السعودية يعني لن تقبل بهذا التيار الذي بدأ يتسع في الحقيقة داخل اليمن ويؤيد ويلتف حول الجبواني.
اعتقد انه اصبح يمثل يعني خط واضح في يعني المعارض لاجندات الامارات والسعوديه. القبواني لا يعني ليس وزيرا فحسب، ولكنه يعني رمز الان للاستقلال والسياده. القبواني جبهة بذاته، يلهم تيار واسع داخل اليمن داخل الشرعيه، معارض ايضا للهيمنه السعوديه والاماراتيه في اليمن، وبالتالي استهداف القبواني هو انقلاب آخر على الشرعية تقود المملكة العربية السعودية بشكل واضح. كان الجميع يعول على استلام الملف اليمني من قبل السعودية بأنه سيكون هناك تحول، أو على الأقل يعني مختلف تماما عما كان في السابق، إبان أي تزعم الإمارات للملف اليمني، لكننا في الحقيقة صدمنا بهذه الممارسات، سواء ما تتعرض له الشرعية في الشمال، فهي يعني كان هناك أكبر انتكاسة للشرعية فيما يتعلق أيضا بتسليم الجوف ونهم للحوثيين، وأيضا إسكات كل جبهات نقاط التماس مع الحوثي بما في ذلك الحد الجنوبي السعودي، وأيضا انسحاب الباتريوت والمدفعية وتفريق الألوية الموجودة في الجوف. كان هذا بتخادم سعودي مع الحوثيين، ثم الآن هذه الخطوة الاستفزازية التي تطيح بما تبقى لدور للشرعية اليمنية ممثلة في هذا، في قالة أو الوزير الجبواني. وبالتالي يعتقد أنه المملكة العربية السعودية تستهدف من خلال هذه الإطاحة تماما بدور الشرعية، هل وإيجاد حكومة مستعمرات ممثلة بهذا الوزير الرئيس الوزراء. نعم، هل من صلاحيات رئيس الوزراء إيقاف الجبواني؟ هناك من يقول بأنه ليس من صلاحياته بعد اتفاق الرياض، يعني تشكيلة الحكومة هي من صلاحيات الرئيس. صحيح، هو يمثل خرق كبير للقانون، ولهذا نقول هو يمثل إملاءات سعودية، بمعنى أنه كان مفترض أن تخرج بشكل قانوني دستوري على الأقل، يعني يكون رئيس الجمهورية في الصورة في هذه الخطوة. لما لم يوقف رئيس الجمهورية مثل هذا القرار أو يبطله؟ ويعني هناك من يقول ربما تخلى هادي عن الجبواني. لا أعتقد ذلك، كان القبواني يعني يتحرك دائما في ضوء أخضر من هذه، وكان يعارض تماما الأجندات الإماراتية في الساحة اليمن المحررة، وكان أيضا يتزعم عملية الانقلاب. حينما جاء رئيس الوزراء تعهد بأنه لن يمارس السياسة، في ذلك الوقت كان القبواني يتصدر مقاومة الأجندات الإماراتية وأيضا يقارع الانقلاب في عدن، وشكل ظاهرة كبيرة داخل اليمن تقاوم هذا التوجه الهيمنة والإخلال بالسيادة اليمنية. الآن يتحول رئيس الوزراء أيضا بإعاز من السفير السعودي للإطاحة بدور الشرعية والإطاحة بدور هادي. بالنهاية هو يستهدف دور هادي. القبواني ورئيس ووزير الداخلية هو في الحقيقة يمثل يعني ما تبقى لدور لهادي، هامش هادي في المناورة داخل المناطق المحررة، يمثل في هذين ومن يتبعهما. بالتالي أنا أعتقد بأن السعودية تستهدف في المقام الأول تقليم دور هادف في المحافظات المحررة، وتنصيب حكومة مستعمرات، وتنصيب حكومة تتبع تماما وتدين بالولاء الكامل للمملكة العربية السعودية ممثلة في رئيس الوزراء الصامت عبد الملك. وبالتالي أنا أقرأ في هذا السياق، هو يعني انقلاب على دور هادي، انقلاب على صقور الشرعية، ومن ثم تخليق حكومة تدين بالولاء الكامل للمملكة العربية السعودية. نعم، لكن في اتفاق الرياض أيضا كان هناك بأن الحكومة التي ستشكل لن يكون فيها من شارك في يعني ما حدث أثناء الانقلاب الانتقالي، يعني كان سيزاح الجبواني بطريقة أو بأخرى. الاتفاق الرياض كان الهدف منه شرعنة أعداء الشرعية، شرعنة أعداء القبواني، ولكن الحكومة وافقت عليه وتنتظر، أجبرت عليه، وبالتالي لم يتم أي تقدم في هذا السياق. يعني بمعنى أن هذا الهدف كان فقط شرعنة هذا القلع. حينما فشل الانقلاب وكسر بعملية عسكرية كبيرة في شبوة، حاولت المملكة العربية السعودية إصباغ الشرعية عليه وحمايته من خلال أيضا الاتفاق، ثم الآن تقوم بتصفية المعارضين لهذا الانقلاب الممثل في هذه الخطوة الاستفزازية. كان مفترض المملكة العربية السعودية أن تذهب باتجاه آخر، أن تقيل هؤلاء المعارضين لاتفاق الرياض المثل بزعماء الانقلاب، العصابات التي تتبجح بشكل يعني مستمر وترفض تسليم المواقع العسكرية، وترفض أيضا تسليم السلاح، وتجاهر أيضا في معاداتها للمملكة العربية السعودية وللشرعية، وتصعد بشكل مستمر في هذا السياق. المملكة العربية السعودية لم
تقم بأي شيء في هذا السياق، بل على العكس من ذلك ذهبت للإطاحة بالقبواني وإثارة فوضى كبيرة من شأنها أن يعمق الأزمة اليمنية ويثير كثير من المتاعب في هذا السياق. نعم، إذن الاستقالة أيضا قدمها نبيل الفقيه المقرب من أحمد العيسي، والذي يرى كثير أنه من أكبر النافذين في الشرعية. هل يعكس ذلك الصراع الدائر بين معين والعيسي على خلفية قضية النفط؟ في الحقيقة الرئيس الوزراء الآن يعني في الإطاحة بالقبواني هو انقلاب كبير على الدورة الشرعية، وانقلاب كبير أيضا على يعني ما تبقى قصدي من يعني هامش للشرعية في هذه الحكومة. وبالتالي أعتقد أنه من الناحية العملية لا يعني لا يقعد مبرر لبقاء هذه الحكومة. هذا الرجل تعهد بأنه لن يمارس السياسة، وبالتالي من يتصدرون ممارسة السياسة في ما يتعلق أيضا بدور الحكومة دورة الشرعية في الحكومة كان القبواني وأيضا الميسري. الآن يتم الإطاحة بالقبواني، وبالتالي هو إطاحة بدور الشرعية وإطاحة بالجانب البعد السياسي المهم الذي يتعلق أيضا بمقاومة الأجندات الإماراتية ومقاومة هناك الإماراتية. هناك من يقرأ المشهد بصورة مختلفة دكتور عادل، هناك من يجد بأن الموقف هو مجرد صراعات داخل الشرعية وانقسامات داخل الشرعية أفرزتها تجاذبات المصالح يعني للدول ونفوذها داخل اليمن. يعني استقالة نبيل الفقيه التي أوردها والتي ذكر فيها بأن الحكومة لا تقوم بمهامها بشكل يعني منطقي، هل اكتشف ذلك الأمر نبيل الفقيه الآن؟ ما الذي يحدث حتى ظهرت هذه الأمور في على السطح؟ الحكومة واضح بأنها لم تنجز أي شيء. يعني مثلا تقييم دور الحكومة، يعني أنا أتصوره بأنه يعني لا يمكن تقييمه لأنه لم تقدم شيء، لم تنجز شيء حتى يتم تقييم هذا الدور. هذا الرجل لم هو تعهد بأنه لن يمارس السياسة ولم يمارس السياسة على الإطلاق، يعني لم يقدم شيء للشرعية ولم يقاوم يعني أيضا أجندة. هو لم يتعهد، هو ذكر فقط أنه لم يمارس السياسة وأنه سيتجه في المنحى الاقتصادي والتنموي، ولكن ذلك لا يعني أنه إذا تدخل في الأمر السياسي أن هذا ليس من اختصاصه. لا، هو ألزم نفسه بهذا، هو تخلى عن الدور، ارتضى لنفسه أن يكون بلا دور، وهذه سابقة لم تحصل منذ نشوء الدول أن يقول هذا الكلام رئيس وزراء يعني في صلب اهتمامه العمل السياسي. وبالتالي يعني كان تعبيرا صارخا عن الولايات السعودية والإماراتية في هذا السياق. وبالتالي أنا أعتقد أنه هو ينفذ هذه الإملاءات الآن، لأن القبواني معروف بأنه معارض أيضا للسياسة السعودية والإماراتية. وبالتالي الصراع الآن على المفتوح بدأ يظهر ايضا على المكشوف. وبالتالي انا اعتقد انه يعني هو تعبير كبير لما يحصل من تدخل ونفوذ يعني للمملكه العربيه السعوديه في تغيير موجه الصراع في الساحل الجنوبيه لصالح يعني الجندات السعوديه. اسمح لنا ان ينضم معنا الدكتور علي العبسي المحلل السياسي عبر الهاتف من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. اهلا بك دكتور علي. كيف تابعت ما حدث يعني في استقالة الجبواني ونبيل الفقيه على خلفية ما حدث بينه وبين رئيس الوزراء؟ أعتقد أن الخلافات التي كانت دائما موجودة في إطار الحكومة اليمنية انفجرت أخيرا. يعني هناك حصل تصادم مباشر. الخلافات ليست جديدة في إطار الحكومة اليمنية، لدينا تناقضات و تصريحات متناقضة وسياسات متناقضة وولاءات أيضا يعني مراعاة مصالح دول، وهناك أجنحة في الحكومة اليمنية، لكن يبدو أن هذه الصراعات المختلفة انفجرت الآن بشكل واضح. أولا موضوع إيقاف وزير النقل من قبل رئيس وزراء هذه سابقة، يعني لم يحصل. أنا لا أتذكر أن هناك رئيس وزراء قام بإيقاف وزير عن العمل. لا أتذكر، يعني إذا كان هناك أحد أرجو أن يذكر أحدهم بها. يعني فهذه سابقة أولا. ثانيا هو ليس من اختصاصه، أولا ليس اختصاص رئيس الوزراء، هذا ليس من صلاحياته سواء بالقانون وحتى أيضا من كونه ليس رئيس الشرطة السلطة التنفيذية. في اليمن هناك ثلاث سلطات رئيسية، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. رئيس السلطة التنفيذية هو الرئيس عبد الرب منصور هادي، رئيس الوزراء هو يعمل تحت قيادته والوزراء يعملون أيضا تحت قيادة الرئيس هادي، والرئيس هادي هو من يعينهم، ليس رئيس الوزراء من يعين الوزراء، هو يشارك مع بترشيح بعض الأسماء إذا تم للرئيس هادي، والرئيس هادي هو صاحب القرارات. إذا
اختيار الرئيس الجبواني كوزير نقل كان قرار الرئيس، هذه رئيس السلطة التنفيذية، فلا يجوز أن يتم إيقاف العمل أو اتخاذ أي إجراء تجاهه إلا من قبل رئيس الجمهورية شخصيا باعتبار أنه من عينه. فإذا نحن هناك استياءات على صلاحية رئيس الجمهورية من قبل رئيس الوزراء، هل قام بها رئيس الوزراء من ذاته يعني من قرار شخصي منه، أو هناك من أوحاله أو تلقاه أو أخبر؟ أنا أعتقد مع تجربتنا مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أنه من خلال فترة الرجل ليس من الشخصيات التي تستطيع اتخاذ قرار شخصي على مسؤوليته الشخصية وأخذ زمام مبادرة. إذا القرار تلقى به ضوء أخضر رئيس الجمهورية وتلميحا أو قرارا كان سعوديا أيضا يعني بتنحية رئيس الوزراء، لأنه أعتقد لماذا سيلجأ الرئيس لرئيس الحكومة وهي من صلاح يعني وهو يعلم تماما أنها من صلاحيته، كان يمكن أن يقيله أو يوقفه هو مباشرة، لماذا يعني هذه اللفة؟ أعتقد بعدم الحرج يعني بعدم الحرج ورفع حرج عن الرئيس يعني شخصيا باعتبار أن الراجح الجباري من أكثر المتحمسين والداعمين لشرعية الرئيس هادي، ودافع عن الرئيس هادي في أكثر من مناسبة، دافع عن شرعيته، دافع عن وجوده كرئيس شرعي، وخاض معارك في إطار حتى في إطار حلفائه السابقين. يعني إذا دعونا نتذكر الراجح الجبوبي كان من أنصار الحلف الجنوبي، وهذا كان يدعو إلى الاستقلال وعودة الدولة الشطرية في الجنوب، ثم بعد ذلك عاد إلى صف الوحدة اليمنية وأيد الرئيس هادي بشدة ووقف معه وواجه النفوذ الإماراتي والنفوذ السعودي، وبالتالي سيصبح من يعني من المعيب على الرئيس هادي أن يتخذ هذا القرار بنفسه يعني. فأعتقد أنه ألمح إلى رئيس الوزراء اتخاذ هذا القرار. كما ذكرت لا يمكن أبدا للدكتور معين عبد الملك أن يتخذ قرار بإيقاف وزير النقل هكذا من تلقاء نفسه، هذا قرار أكبر منه يعني مع احترامنا له. هناك ايضا توافق سعودي مع الرئيس هادي على تنحيه الرجل يعني في هذه الفتره على الاقل، يعني تقريبا ارضاء، انا اعتقده نوع من الارضاء لمجلس الانتقال الجنوبي او نوع من ما يعني ربما هناك من المعادله بينهما، يعني معادله بينهما، السعوديه اتخذ قرار بمنع وصول وفد من مثلا المجلس الانتقال الجنوبي من عمان الى عدن او عودتهم الى، وهذا اثر حرق المجلس الانتقالي. الآن يتخذون قرارا بإيقاف وزير مهم، وزير يعني له دور كبير في مواجهة المجلس الانتقالي في الجنوب مثل صالح الجبواني، وبالتالي هناك تريد السعودية إيحاء أنها عادلة أو أنها يعني تتخذ مسافة نفس المسافة من أطراف الصراع في الجنوب. في النهاية كما قلت الإجراء هو كإجراء قانوني غير شرعي من غير صلاحية باتخاذ هذا القرار، وبالتالي هو قرار أيضا سياسي للغاية. يعني أنا كما ذكرت لا يوجد أبدا سابقة في الحكومات اليمنية لإيقاف وزير على العمل أبدا يعني تحت أي سبب. ودعينا نتذكر إذن ما هي دلالة توقيت هذه الاستقالات برأيك؟ كما قلت لك هنا أن هناك انفجار هذه الصراعات، يعني أعتقد هناك وزراء كثيرين غير راضين عن أداء الحكومة، غير راضين عن سياسة الرئيس هادي وسياسة الحكومة الشرعية وعن موقف السعودية وعن النفوذ الإماراتي في اليمن. بالتأكيد هناك وزراء كثيرون، ولكن بعضهم يعني ليس لديه خيار آخر يعني وليس في ما يفعله. ولكن عندما تتفجر أزمات مثل هذه الأزمة الأخيرة هناك من يبادر، يجد أن المسألة وصلت إلى حد لا يمكن معه الاستمرار في هذه الحكومة، ويريد أن يبرئ ذمته منها وأن يتخلى وأن يعني يعبر عن رفضه لما تقوم به الحكومة ولأدائها. فرأينا أيضا انتقاص الوزير الأحمدي نبيل الفقيه، وهو بالمناسبة كان متواجد في عمان في الأردن منذ فترة طويلة، يعني لم يكن يشترك في اجتماعات مجلس الوزراء، وهناك يعني كان معتكفا أو منعزلا عن مجلس الوزراء فعليا ولا يمارس حتى أعماله كوزير الخدمة المدنية. وفي النتيجة النهائية يرى أنه لم يعد بوجوده داعي في الحكومة بعد أن وصل إلى ما وصل إليه. يعني المستوى تدهور أداء الحكومة الشرعية اليمنية منذ عام 2015، يعني كان أداءها يعني يتدهور مرحلة بعد مرحلة، ورأينا أنها وصلت إلى مراحل لا يمكن أحد أن يتصور بها. يعني كما ذكر الدكتور عادل أنه رئيس الوزراء يعني أول ما عين أعلن أنه يعني ستاخذ لن يشارك في العمل السياسي او ليس له دخل بالتطورات السياسيه. اصلا منصب رئيس الوزراء هو منصب سياسي اصلا، يعني كيف تاخذ يعني كيف ترفض المشاركه في السياسه وانت والمنصب الذي تتلقى منصب سياسي؟ هو ليس طبيبا وليس يعني ليس مدير مستشفى ولا رئيس قسم جراحه ولا
يعني حتى نقول انا متخصص، وهو متخصص في الادب اصلا في التاريخ، يعني ما ادري يعني ما اتى كرئيس وزراء، يعني اذا لم يمارس السياده ماذا سيمارس، يعني تدريس او يعني للاسف الشديد يعني هناك يعني شيء غريب يحصل. وكما ذكرت رئيس الوزراء يعني اعتقد انه موظف ليس للاسف مع الحكومه اليمنيه، يقول انه موظف مع الحكومه السعوديه مع الاسف. نعم نعم. دكتور علي، برايك لماذا يتخلى هادي عن رجاله؟ يعني انت تتحدث عن الجبواني بانه من القله الذين دافعوا عن الرئيس وعن شرعيه الرئيس، وظهر في اكثر من مره مدافعا عنه. يبدو ان السعوديه غير راضيه عن وزير النقل، وهذا واضح جدا يعني، وبالذات انه تحركت في الفتره الاخيره عندما زار تركيا، وتحركت على المجتمع الدولي، وانتقد ايضا النفوذ السعودي، وانتقد النفوذ الاماراتي، وانتقد يعني رضوخ الحكومه اليمنيه للاملاءات السعوديه. السعوديه ضجت منه يعني، واعتقد ان القش الذي قسم ظهر بعيره كانت هي زياره الوزير الناقل الى تركيا وتوقيعها على اتفاقيات هناك. يعني حتى انا هناك بيان صدر من رئاسه الوزراء بان هذه اتفاقيه من طرف واحد وانها غير شرعيه، وانها يعني كان واضح التبرم السعودي من التحركات الراجحه الجبوبي. وبالتالي ضغطت على الرئيس هادي، والرئيس هادي كما عودنا دائما بانه يعني يستجيب الى الضغوط السعوديه وينفذ لها ما تريد في اليمن يعني، وتم ذلك يعني، تمت ازاحه راجح الجبوبي. واعتقد انه سيأتي وراه الميسري وغيرهم من الرجال الذين يعرضون النفوذ السعودي في اليمن. اصلا مساله يعني كما ذكرنا كما عرف الان اخيرا انه مساله الانقلاب في عدن، قلم مجلس الانتقال في عدن وما جرى بعدها واتفاقيه، كلها تهدف الى شيء واحد، هي ابعاد الاطراف الرئيسيه في الحكومه اليمنيه التي تعارض النفوذ السعودي، التي تقف امام النفوذ السعودي. وعندما طالت مساله تنفيذ اتفاقيه الرياض وتاخرت وتعاقدت مساله تنفيذها، لم تجد السعوديه بدا من ان تتدخل بطريقه مختلفه. لم يعد الان يعني من فرصه لاتخاذ اتفاقيه الرياض، وهي طبعا اتفاقيه التي نصت على عدم جواز بقاء في الحكومه لمن كانوا مشاركين في الاحداث، كانها كانت يعني فتنه، يعني لم تكن اعتداء من مجلس انتقالي على الحكومه الشرعيه اليمنيه وممثليها في عدن. وكان نص الاتفاقيه ان يتم ان لا يشاركوا في الحكومه القادمه، فاذا بالتالي كان الميسري والجبواني لن يشاركوا في الحكومه القادمه. لكن مع تاخر تنفيذ اتفاقيه الرياض، فان السعوديه انها لم تعد قادره على الصبر على حركات وسلوك وسياسه وزير النقل، فازاحته بهذه الطريقه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، برأيك ما الذي سيعقب هذه الاستقالات؟ في الحقيقة إصرارنا المملكة العربية السعودية على تمرير مشروعها في اليمن، وبدأ الآن واضح أنها تصطدم مع المعارضين وتصفية المعارضين الرافضين أيضا لهذه المخططات، وايضا دعم المؤيدين امثال الرئيس الوزراء عبد الملك معين عبد الملك. وهذا يعني تقويه لجنده المملكه العربيه السعوديه في الساحه المحرره. كان مفترض للمملكه العربيه السعوديه ان تلعب دور كبير في ترميم البيت الداخلي للشرعيه، ودعمها ايضا في الجبهات لتحقق انتصارات كبيره فيما يتعلق ايضا بالاهداف المعلنه للتحالف. الان اليوم الشرعيه تخوض اشرف المعارك في الدفاع عن الامن القومي المشترك للمملكه العربيه السعوديه واليمن في الحد في الجوف، وبالتالي ايضا تقارع عقندات الامارات في الساحه الجنوبيه. كان مفترض بالمملكه العربيه السعوديه ان تدعم هذه الجهود وتثبت ايضا اقدام الشرعيه فيما يتعلق ايضا باستعاده التراب والبلاد والجمهوريه والدوله، خاصة أن الحوثيين الآن يصعدون بشكل كبير ضد المملكة العربية السعودية ويستهدفون الرياض، وهذا إحراج كبير للمملكة العربية السعودية، وإحراج أيضا للمشاورات التي تجريها خلسة مع الحوثيين. كان مفترض أن تلعب دور في هذا السياق، لا أن تذهب إلى يعني تصفية نفوذ الشرعية ودور الشرعية، وأيضا الإطاحة بما تبقى لها من دور في المحافظة الجنوبية، والذهاب إلى مشاريع ضيقة لا تخدم هذا المسار، ولا أيضا تعزز من أوراق الشرعية في معركتها الأم مع الإنقلاب، بل بالعكس يعمق الأزمة داخل الشرعية وفيما يتعلق أيضا بعلاقتها بالمملكة العربية السعودية، ويثير كثير من الجدل واللغط في هذه العلاقة. نعم، إذا بخصوص الاتهامات المتبادلة بين الجبواني ومعين، هل ترى أنها حقيقية؟
أنا أتصور أن المعين يعني ليس له وزن ولا قيمة، معين لم يقدم شيء، معين كان يعني مجرد أداة للمملكة العربية السعودية والإمارات، يعني الذي كان يمثل فعلا دور الشرعية والذي كان له دور واضح وخط وطني واضح، ويعني في ما يتعلق أيضا بمقارعة هذه الأجندات، فيما يتعلق أيضا بالانقلاب ويعني مقاومة الانقلاب، قصدي مقاومة الانتقال في عدن، ومن ثم أيضا صدر يعني مواقف كبيرة جدا فيما يتعلق أيضا بالزيارات العواصم العربية والإقليمية، وكان أيضا يبحث عن فتح آفاق جديدة للشرعية، وأيضا يفضح هذه الأجندات المتعلقة أيضا بالانقلاب شمالا وجنوبا، لعب دور كبير أيضا في أيضا إبرام اتفاقيات فيما يتعلق أيضا بتنشيط الموانئ وإعادة تصدير النفط. القبواني كان يمثل ظاهرة متقدمة أيضا للشرعية، حاول أن يعزز دورها في الداخل اليمني وأيضا فيما يتعلق أيضا بالإقليم. الإطاحة بهذا الدور هو يعني انتكاسة للشرعية، لكن عمليا يعني لو أتينا للصورة الكاملة للمشهد دكتور عادل، لا يراد لأي شخص يتحدث بوطنية أو يتحدث عن السيادة الشرعية للبلد إلا ويتم إزاحته، أليس هذا تخويف أيضا لمن يريد أن يتحدث أو يحاول أن يقف موقفا وطنيا؟ هذا هو السؤال. أنا أتصور أن الرسالة من الإطاحة بالوزير القبواني هي يعني رسالة لكل من يقف خلفه، رسالة أيضا لوزير الداخلية الذي أيضا يعني يسانده في هذا السياق يعني ويرفض تماما هذه الأجندات وكان له مواقف معلنة وجسورة في هذا السياق، رسالة لكل للتيار الوطني أيضا التي ينمو بشكل كبير في الساحة المحررة وفي الشرعية ويرفض هذه الأجندات ويرفض هذا التحول أيضا وهذا الانقلاب من قبل التحالف على الشرعية وعلى نفوذها ودورها في المحافظة الجنوبية وعلى الهيمنة السعودية الإماراتية على المناطق الاستراتيجية وعلى سقطرة وايضا والمهرة، وهناك تيار وطني يعني يتطور يعني متصاعد في هذه المحافظات ايضا يرفض هذه الأجندة، بمعنى ان هناك يعني روح بدأت تسري في الساحة اليمنية ترفض هذه الأجندة. هذه الروح كان يتزعمها القبواني ووراء وهناك اخرين ايضا. الرسالة اعتقد ان يعني تستهدف هذا الدور، هذا التيار، هذه الروح التي بدأت يعني تنمو بشكل كبير في الساحة اليمنية وترفض هذه الأجندات وهذا الانقلاب على الشرعية وهذا الخذلان للشرعية، ومن ثم يعني أعتقد أنه يعني تجسد هذه الخصوصية. الموقع السعودية الآن بدأت تواجه مباشرة الشرعية، بدأت أيضا تطلب رأسها بدل أن كانت تستخدم الإمارات في السابق، الآن نحن يعني نواجه السفير السعودي الذي يعني يواجه بمباشرة الشرعية ويطيح أيضا بوزارها وصقورها، وهذا هو الخطير في المشهد. يعني كنا نعول على الموقف السعودي بأنه سيكون مختلف عن الإمارات، وكنا أيضا نعول على الهامش البسيط فيما يتعلق أيضا بأن المملكة العربية السعودية هي التي تعرض للتهديد الكبير من قبل إيران وأجندتها في اليمن، ومن ثم يهمها بالمقام الأول قبل الشرعية استقرار اليمن واستتباب الأمن في هذه المحافظة وأيضا تقوية نفوذ الشرعية لأنها الحليف الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. لكن نصدم يوما بعد يوم ب يعني سياسة السعودية المبهمة والغير واضحة فيما يتعلق أيضا بالصراع مع الشرعية. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ مدرم أبو سراج نائب رئيس الحراك الثوري الجنوبي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ مدرم. مساء النور والسرور. أهلا بك. يا هلا ويا مرحبا بكم وبمشاهديكم. أهلا بك أستاذ مدرم. أود بداية أن أسمع تعليقك حول الاستقالات التي قدمت من حكومة معين عبد الملك الجبواني ونبيل الفقيه. بالنسبة للاستقالات أو ما قبلها، فاجأ جميع المراقبين وشرائح كثيرة في المجتمع قرار رئيس الوزراء الأستاذ معين بإيقاف أو تجنيد وزير النقل الجبواني، وهذا القرار فاجأ الجميع على فكرة، وهذا القرار له حجيات كبيرة. وقبل هذا القرار نحن كنا نتأمل من رئيس الوزراء أن ينظر للأمور الحاصلة داخل البلاد، وهناك أولويات، تفشي وباء الكوليرا، تفشي الأوبئة الأخرى زي المكرفس زي البنات زي الحمى،
مضبرات وغيرها من الأسباب، وإضافة لانقطاع المياه والحالة المتردية في البلاد والميليشيات التي تعبت في كل شيء. ونتفاجأ برئيس الوزراء بدل أن يقوم بواجبه تجاه شعبه وقضيته الآن الحاصلة على الساحة، نتفاجأ أن يقوم بمعارك جانبية ليس للشعب ولا للنظام فيها ناقة ولا بحيرة. نتفاجأ بإقالة وزير النقل، ونتيجة بعض الوزراء في حكومة معين اعترضوا للقرارات والتصرفات والعمليات اللامبالاة من رئيس الوزراء، وكثير من الوزراء وكثير من القيادات والمسؤولين والجماهير يمتعضون من ممارسه معين عبد الملك. وعلى ما اعتقد انه الامور كلها بانت على الساحه انه معين لا يصلح ان يكون رئيس وزراء، كل من ما تولى لم لا يوجد اي من انجازات له على الساحه بالبلاد. لهذا نحن نؤيد قرارات الوزراء للاستقالة، وندعو بقية الوزراء لتقديم استقالتهم، لأن الموضوع الذي يحصل الآن وكل السلبيات التي تجرى فستحسب على الحكومة بما فيها كان معين أو غيرهم من جميع الوزارات المتخصصة في جميع الاتجاهات. نعم، كان هناك أستاذ مدرم بيان للائتلاف الوطني الجنوبي عبر عن أسفه للعجز الذي وصلت إليه الحكومة بقيادة معين عبد الملك، ويدعو القوى السياسية للتداعي واتخاذ موقف، حيث يعني اسمح لي بقراءة هذا السطر. وجه الائتلاف الوطني الجنوبي الدعوة للقوى السياسية وكل الخيرين إلى التداعي لتشخيص الوضع بصدق وتجرد، القيام بمراجعة حقيقية صريحة تضمن توحيد الجهود وتجاوز الخلافات. وذكر العديد من النقاط في هذا البيان، وأن الخطر الذي يواجه اليوم هو مركب ومتداخل، وعلينا أن نقف وقفة جادة أمام هذا الخطر. ما تعليقك على البيان الذي صدر؟ للأسف نحن نقول للأسف إن معين عبد الملك لا يقبل توجيهاته من رئاسة الجمهورية ولا من توجهات الدستورية، بل إملاءات تأتيه من الرياض وإملاءات تأتيه من أبو ظبي، وتلك الإملاءات هي التي مسيطرة عليه ويعمل على تنفيذها. وتلك نعم. الإملاءات يعمل عليها وعلى تنفيذها. نعم، إذا أيوة نعم. برأيك نعم أستاذ معين، برأيك يعني عفوا أستاذ مدرم، يعني كثيرون يرون بأن هذه الاستقالات وهذه أيضا الموقف الذي قام به معين عبد الملك قبل الاستقالة هو بإيعاز من السعودية والإمارات، وهناك الكثير من الصراع الموجود داخل يعني أطراف الشرعية وظهر على السطح الآن، ما تعليقك؟ صحيح، هناك اتفاقية الرياض وفي بعض بنودها التي تتحدث عن استبعاد بعض القيادات وبعض الوزراء، ونتيجة لفشل تلك الاتفاقية ولم ترفض بنودها، الآن عملوا أسلوب آخر وهي عملية تنفيذ البنود الخاصة التي تفيد بالذات الإمارات والسعودية بإبعاد صقور الشرعية. عبرها الآن يتم استبعاد الوزراء، وبدأ الآن عبر الجبواني، ونحن المتوقعين أنه غدا وبعد غد وخلال الأيام القادمة سيتم استبعاد وزراء آخرين. ستنفذ بنود اتفاقية الرياض التي تأتي على الذي غير صالح الحكومة الشرعية، في مقابل لن تنفذ البنود الآخر، لأنه البنود كاملة لن تنفذ باستثناء هذه البنود التي تمرر الآن عبر معين عبد الملك. ونحن نأسف وكثير من المتابعين يأسفوا للدور السيء والرديء لحكومة معين، خاصة أنه في هذه الأيام وفي هذه الظروف والحالة التي يمر بها الجنوب ويمر بها اليمن والمجتمع الدولي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ مدرم أبو سراج نائب رئيس الحراك الثوري الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني ربما يتفق الكثير مع ما طرحه الأستاذ مدرم في أن كان يفترض برئيس الحكومة الالتفات لقضايا أهم تعني الشعب، لم نجد رئيس الحكومة يتحدث على الوضع المتردي للمناطق المحررة، كان هناك أكثر من قضية يمكن الالتفات إليها ولم نجده فيها، رغم أنه يعني ربما في السياق الذي تحدث أنه سيكون فيه وهو الجانب التنموي والاقتصادي، فلماذا برأيك؟ في التصور لأن التحالف لا يريد يعني حل هذه الإشكالات،
التحالف يريد هذا الوضع المأساوي في الساعة الجنوبية، يريد أن تبقى اليمن في المناطق المحررة مشلولة تماما، وأيضا تفتقر للخدمات. التحالف متعمدا يعني يذهب خلف هذا السيناريو، والتحالف لو أراد فعلا تحقيق إنجاز في هذا السياق لا أمكنه ذلك، خاصة أن يعني المناطق المحررة منذ سنوات وهي بيد التحالف، والمهيمن عليها أيضا ميليشيات تتبع الإمارات وتتبع المملكة العربية السعودية، وهي التي يعني تبسط نفوذها على كامل المحافظات المحررة وتتلقى دعم مفتوح من دول التحالف. هذا الدعم يذهب أيضا لإنشاء يعني للتدريب والتسليح وأيضا مرتبات ومعاشات لهذه الميليشيات التي تنفذ أجندات خارج الشرعية من اغتيالات واعتقالات وأيضا نهب للأراضي وإخلال بالأمن والاستقرار في هذه المحافظة. بمعنى أن هذا التوجه هو مدعوم من قبل التحالف، والتحالف لا يريد استقرار للمناطق المحررة، ولا يريد أيضا استعادة المؤسسات للشرعية. الشرعية هي الضامن للأمن والاستقرار وأيضا للخدمات في هذه المحافظات، لكن هذه الميليشيات والعصابات هي دائما عامل لا استقرار وفوضى ويعني اضطرابات، وهذا الواضح الآن خلال يعني سيطرة هذه الميليشيات على الساحة الجنوبية. رئيس الوزراء جاء في هذا السياق ليمثل هذا التوجه السعودي الإماراتي. المطلوب منه فقط أن ينفذ هذه الإملاءات الإطاحة بدورة الشرعية، وأيضا يواجه التحديات التي تعترض أيضا مشروع التحالف في الساحة الجنوبية، ولهذا يبرز الآن في هذا الموقف الذي أملي عليه من قبل السفير السعودي، والذي لا أعتقد أنه يعني مدعوم من قبل الرئيس هادي، ولو كان الرئيس هادي موافق على هذه الخطوة لا أعطاها البعد الدستوري، وبالتالي أعتقد أنه في خلو هذا يعني موافقة هادي تبقى أيضا خارج عن القانون، وتبقى أيضا يعني غير خطوة غير ذي شأن قانوني ولا دستوري، تعبر فقط عن رغبة سعودية وإماراتية. السعودية كانت تمتعض تماما من دور الصقور الشرعية، وكان الجميع يتوقع بأن هناك صدام حتمي سيكون مع هذه الرموز التي بدأت تتزعم، قلنا روح المقاومة ضد الأجندة السعودية والإخلال بالسيادة اليمنية. الآن يعني بدأ هذا يعني قصدي ظهر هذا البعد من خلال الإطاحة بهم، وأنا أعتقد أنه الأمور ستسير في الإطاحة بالآخرين في الأيام القادمة، وأن الصراع سيشتد في هذا السياق، وبالتالي الأزمة مرشحة للانفجار في أي وقت فيما يتعلق أيضا بالإطاحة بدورة شرعية في المحافظات الجنوبية. نعم. إذا معين ارتضى أن يعود لعدن ويلعب دور الكومبارس، بينما الحاكم الحقيقي لعدن هو الانتقالي. كيف حسبها معين؟ يعني كيف يعقل أن تقبل بهذا الدور في ظل وجود حاكم فعلي يسير الوضع كيفما شاء؟ يعني هو كان يعني صريحا منذ البدايه، وقال بانه لن يمارس ايضا السياسه، بمعنى انه يعني ناى بنفسه عن هذه عن تحمل المسؤوليه في هذا السياق، ولكن حتى في المجال الذي قال بانه سيكون مسؤولا فيه لم يبرز له دور حقيقي. هو يدرك بان المسؤوليه شاقه، وان هناك اجندات على الارض تتبع الامارات والسعوديه، وهذه الميليشيات لها النفوذ على الارض، وقبل بهذا الدور. بالتالي هو في الأساس كان اختيار إماراتي سعودي لا يخرج تماما عن هذه الأجندات الموجودة في، ولهذا لم يحدث صدام على الإطلاق مع الميليشيات الانتقالية فيما يتعلق أيضا بعلاقتها برئيس الوزراء، بل هناك تكامل كبير. والآن يعني هذا الموقف الأخير يجسد تماما هذا السياق، يعني بأن العدو المشترك لرئيس الوزراء وأيضا للانتقالي والإمارات هو القبواني، وتم الإطاحة به والآخرين في الطريق. وبالتالي نعتقد أنه يسير في هذا السياق، يعني تكملة هو للانقلاب في المحافظة الجنوبية، وتكملة أيضا للإطاحة بدورة شرعية في هذه المحافظات في المحافظة المحررة. بمعنى أن هذه قصدي رئيس الوزراء لم يكن أيضا ضمن أيضا السياق الشرعية، لم يكن أيضا يتبع هذه بقدر ما هو يتبع السفير السعودي والدور الإماراتي تماما كما كان بحاح من قبل. وبالتالي الصدام الآن واضح، الإطاحة بدورة شرعية الآن واضح، الصدام مع رموز الشرعية ومع صقور الشرعية الآن يقوم به هذا الدور، يقوم بهذا الشخص للتغطية أيضا عن الدور الخفي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية. نعم.
الدولة المكشوف. نعم اسمح لنا أن ينضم معنا عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. هذه الاستقالات في الحكومة برأيك هل هي احتجاج على الفشل أم انقسام داخل الشرعية؟ هي في الأصل ليست احتجاجا على الفشل لأن هؤلاء كانوا مشاركين فيه أيا كانت أدوارهم. إن كان هناك فشلا فما دمت أنا عضوا وقد قبلت أن يستمر هذا الفشل فأنا مشارك فيه. هناك حالة انقسام حقيقي داخل الحكومة. الحكومة تتنازعها ولاءات وليس ولاء. الحكومة بحد ذاتها شكلت من مجموعة أطراف منذ البداية، شكلت في بداياتها الأولى كحكومة عرفت يومها بأنها حكومة كفاءات، لم تكن كفاءة إطلاقا كما قيل، بدلت ثلاث مرات، هذا هو التبديل الثالث. هنالك حالة تراقيع جرت للحكومة بطريقة ربما أفقدتها نوعا من الاتزان والعمل والهدف والبرنامج. على الأسف الشديد الحكومات المتلاحقة ربما كان أقوى الثلاثة هو السابق بن دغر، كان ربما الأكثر قوة وربما كان الأكثر وضوحا في الرؤية، هذا من جانب، وكان الأكثر دعما لكن جرى الإطاحة به. نحن في ظرف غير طبيعي أو وضعية حرب، والحكومة أيضا منذ تشكيلها سواء برئاسة الدكتور معين عبد الملك حدد لها أن لها مهام محددة، هي تبتعد عن الملف الأمني والملف، تبتعد تماما عن الملف الأمني والملف العسكري كما صرح رئيس الوزراء يومها. وبالتالي هذه الحكومة أشبه بحكومة تصريف أعمالا داخلية منتقصة منذ البداية، ومع ذلك ظل هذا الانتقاص يلازم هذه الحكومة إلى أن تحولت أشبه بمكتب مصغر في عدن. حلفاء الداخل اليمني هم من أدى إلى أن تبدو الحكومة بهذا الشكل. الإخوة المتواجدين أو ما يسمى نفسه بالحراك الجنوبي أو المجلس الانتقال الجنوبي الذي كان يعتبر نفسه خلاصة الحراك هو من أول من كبل هذه الحكومة، كما أن الأحزاب المؤتلفة ضمن الحكومة تكيل الحكومة يوميا وتحملها كل مظاهر الفشل والإخفاق في الداخل. وبالتالي هذه الحكومة اليوم تظهر بحالة انقسام. هذا الانقسام القائم قد يكون احتجاج، لكن الاحتجاج كان نتاجا لوصول الأوضاع إلى حالة اللاعودة. إلى حالة اللاعودة الحكومة اليوم استقال منها وزيرا، الوزير اللي كان ربما الأنشط عسكريا والأنشط بحكم مهام وزارته كان الأنشط فيما يخص المسائل المحافظات الجنوبية، لكن وقاد أيضا قاد مواجهات لتثبيت الدولة هو وزير الداخلية. وبالتالي استقالته اليوم هي تهز صورة الشرعية بأكملها أمام الشارع اليمني، هذا من جانب. والوزير الآخر هو وزير الخدمة الذي للأسف ولا يراسل الرئاسة كما يقال، ظل يراسل الرئاسة ولم يراسل المستوى الشعبي. هنالك آلافا من الإخفاقات مارستها الحكومة وهو كان القائد الإداري والرجل الإداري، ربما لم يعترض حتى على قومة التعيينات التي أخلت بما عرف بالحكومة الإدارية داخل الجمهورية اليمنية وأسقطت قانون الخدمة المدنية وكل معيارياته، وجرى استبدالها بمجموعة لا ربما لا تنطبق عليهم الشروط من الشارع إلى وكيل وزارة أو من الشارع إلى مدير عام، وهي حالة من تدمير للبعد الثالث للحكومة وهو البعد الإداري أو ما يعرف بالمجلس الإداري للبلد. إذا كان المجلس السياسي قد وصل إلى هذه الحالة والمجلس العسكري في حالة حرب، كان يجب أن يتم الحفاظ على المجلس الإداري. مع الأسف لم يقل أحدا من هؤلاء مقولتهم وظلت المسألة وكأن البلد ليس فيها مرجعية إدارية، وهذه كارثة. كان يجب أن نسمع صوت الوزير في هذا الاتجاه. بالتالي على الجميع أن يقعدوا خصوصا البرلمان وهو المناط باعتباره المسؤول عن حماية التشريعات داخل البلد وهو السلطة التشريعية أو السلطة الأعلى، وإن كان في فترة التمديدات السياسية فمثله مثل القوى السياسية المتوافقة التي تريد أن تظل الحكومة ضعيفة ومهترية ومهتزة لكي يظل هذا التوافق وتظل فيها. نعم إذن شكرا لك أستاذ عبد الهادي، للأسف أدركنا الوقت. عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. في دقيقة واحدة دكتور عادل برأيك إلى متى هذه سيظل
خارج السياق ولا نجد له موقف حاسم لأي حدث يحدث داخل الحكومة أو داخل البلد حتى؟ أنا في تصوري حينما يكون الصدام، حينما تكون الخطوات سعودية، فإن هذه لا يستطيع أن يتصدر المواجهة، لأنه في النهاية في الإقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذا ما يجري الآن على الساحة الجنوبية هو مواقف سعودية خالصة. لم تعد الإمارات هي التي تطيح بوزراء، وإنما السفير السعودي عبر أيضا رئيس الوزراء، وبالتالي نجد هنا موقف خافت لهذه. لكن الشرعية قلنا لها دور الآن بارز، تخوض معارك كبيرة ضد الانقلاب، وأيضا تقارع هذه الجماعات ب يعني مواقف قسورة. الإطاحة أيضا بهذا الوزير يؤكد على أن الشرعية لها دور ودور قوي، وتقاوم أيضا الأجندات السعودية وتقاوم الاختلالات في السياسة في السيادة، وهناك أيضا نزوع نحو الاستقلال، وهذا تمثله أيضا هذه الصقور وهذه الهمات العالية التي ينقلب عليها الآن تنقلب عليها السعودية. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل المثني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.